جدا. احنا بقى ايه اللي بنقابله كانترناشونال فولنتيرز او متطوعين دوليين؟ انا بروح مثلا زي ماليزيا اللي روحتها. ماليزيا دي كانت من اكبر واكتر البروجرامز الدسمه عندنا. انا روحت عشت في بيت ماليزيين، الولاد عاشوا في بيت فيهم شباب والبنات عاشت في بيت فيهم بنات. طبعا ماليزيا من اكبر الدول الاسلاميه في العالم. رحت هناك واتعاملت معاهم في كل تفاصيل حياتهم. كان هو ده البروجرام كده، تبادل ثقافي، مصر والصين مصر وماليزيا فقط. كلت اكلهم وشربت شربهم ولبست نفس اللبس بتاعهم. رحت معاهم الشغل، مزارع الرز بقيت ازرع معاهم. اتعلمت كل حاجه، حضرت افراحهم، حضرت سمعت موسيقاهم، شفت الافراح بتاعتهم والاعياد بتاعتهم. فانا شفت حاجات مستحيل كنت اعرف اشوفها لو انا كنت رايح سايح. طبعا كنت هشوف ماليزيا المعروفه في التلفزيون. وده اللي بيوسع افاق الشخص المسافر، ان انت لو رحت وسايح بالظبط احنا لدرجه ان محدود قوي في حته معينه. احنا بنروح نستمتع بكل التفاصيل دي، اصغر تفاصيله فيها بنكون في قمه متعتنا. يعني حتى في صوره، حتى انا معانا هنا في البرنامج الناس في ماليزيا لما راحوا، لما قالوا لهم احنا النهارده رايحين مزارع الرز. مزارع الرز معروفه ان هي بتبقى غرقانه ميه طينه. هم بقوا يلعبوا في الطينه دي من كتر المتعه. عملوا زي هم الماليزيين قالوا لهم ده احنا هنعمل الجيم، هنلعب في الطينه دي. عظيم. طب كانت قمه المتعه بالنسبه لهم. ورد فعل الناس لما بترجع، يعني هل في حد مثلا جه قال لكم والله يا جماعه شكرا انتوا غيرتوا حاجه معينه في تفكيرات حاجه؟ بص، هو اغلب يعني في حد حصل له حاجه كده احكينا؟ اغلب الناس اللي بتيجي طبعا تفكيرها بيتغير، لان هو بيحتك بثقافه مختلفه وبيحتك بيها انه بيعاشرهم مش بيشوفهم من بره بس. زائد انها مش بتكون جنسيه واحده، ده بيكون في كذا جنسيه جايه في نفس اللحظه دي قاعده معاه في نفس المكان. فبيستفادوا اكتر طبعا.